ما أعظم الفرج بعد الضيق. استبشروا يا عباد الله، استبشروا يا عباد الله، فوالله ثم والله ثم والله لتنفرجن الغمة ثقة في نصر الله، لا تأليا على الله. المريض سيشفى، والغائب سيعود، والفقير سيغتنى، والمكسور سيبرأ، والحزين سيفرح، والمكروب سيفرج كربه. من أين هذا؟ قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يا سيدنا والله فيها الكنز وفيها الخير كله، بس احنا ما بنقراش، وان قرينا ما بنقراش بتدبر ولا تمعن. سورة احنا بنقول عليها من قصار الصور، وفيها انفراج الصدر، وجربت بعد الفجر حتى الشروق، تجعلها ورد وتقراها على قد ما ربنا يقدرك، 100، 200، 1000 مرة، ولو كان كربك ايه سيزيله علام الغيوب. هدية في جمعة اليوم، سورة كلنا بنقراها، بس عايزك تقراها بقى المرة دي بنظرة تانية. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الشرح، الانشراح. ألم نشرح لك صدرك، كل ما تقراها مرة بيقين تلاقي صدرك بيوسع كده، تحس ان الاكسجين دخل صدرك اكسجين رباني. ووضعنا عنك وزرك، تستغفر لذنبك الذي انقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فتصلي وتسلم على من رفع الله ذكره، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك سيدنا ابن عباس قال ايه؟ قال والله لن يغلب عسر يسرين. ازاي يعني؟ السورة فيها عسر واحد واثنين يسر. يا عم الشيخ انت مش حافظ ولا ايه؟ ده بيقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ادي اهو العسر مرتين واليسر مرتين. امال ازاي بتقول العسر واحد واليسر ايه مرتين؟ حتة لغوية بس ركز معايا، الله يحفظك. الألف واللام ما تديش تكرار، تدي نوع واحد. لما تدخل لام التعريف على كلمة تعطي نوعا واحد. حضرتك دخلت مطعم، أتكلم معلش عمية درجة شوية عشان يعني نوصل المعلومة الأكبر قدر. دخلت مطعم قلت له هات لي الوجبة، يبقى بتاع المطعم هيجيب لك إيه؟ وجبة معينة، معروف ما دام قلت له ايه؟ الوجبه. تاني يوم رحت هات يا عم الوجبه، يقوم ايه؟ حتى لو فرضنا واحد قاعد قال لك وجبتي، هتقول له يا عم ما قال لي الوجبه، ما معروفه كذا وكذا وخلاص، لان جاب لها الايه؟ اسمها لام التعريف، يعني حاجه معرفه، حاجه واحده بس ما بيغيرهاش. انما لو دخلت مره قلت له هات لي وجبه، هيقول لك ايه؟ عايز وجبه ايه؟ يبقى النكره تفيد ايه يا سيدنا؟ ها؟ العموم. والمعرفة تفيد الخصوص. فلما يجي ربنا يقول لك فإن مع العسر، يبقى العسر واحد، ما تغيرش، لأن فيه ألف ولام، ما قالش فإن مع العسر اليسر، إنما قال فإن مع العسر إيه؟ يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى العسر واحد اتكرر في الحالتين، ويسر نكرة جابت هنا يسر وهنا إيه؟ وهنا يسر. فلن يغلب عسر واحد ايه؟ يسرين. صليت على الحبيب، ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. ويجي سيدنا ابو جعفر
من القراء العشر القراءات المتواترة، يقول لك ايه بقى؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى العسر جمع، فلما تتكرر عليك الأعصار تتكرر عليك الأيسار. يبقى عسر، العسر جمع، ويسرا كمان جمع، بس جمع جمع، يعني جمع جموع، يعني لما تجيلك حزمة أعصار ربنا يبعت لك حزم فرج. هذا من القرآن. تاخد الورد ده اللي عندك مشكلة وعايز تروح لعراف وعايز تروح يعملك مش عارف ايه، ثقتك في الله ويقينك في الله. صلي الفجر يا حبيبي جماعة، او الست تصلي الفجر في خدرها في بيتها، واذكر الله بهذا الورد بسورة ألم نشرح، وانت بتقراها كده حط ايدك على صدرك كده، وستجد الفرج والرضا والقبول والتيسير من الله.